السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه الإقامة السكنية الرائعة اللي تقع في بلدية التويرة إذن بالعاصمة، واللي انتهت الأشغال بها. والإقامة هذه جيدة لأنه ما فيش طبقات كثيرة وتقع في محيط طبيعي جميل جدا. إذن نترككم تتعرفون عن هذه الإقامة السكنية الجديدة في إذن بلدية التويرة بإقليم ولاية الجزائر العاصمة. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.